من ادي الصح. طيب قول الو كده. الو. ايوه يا بطيه يا حبيبي، اهلا وسهلا كابتن احمد مصطفى. احمد مصطفى. احمد جاد. احمد جاد. احمد جاد يا حبيبي. الله يخليك. اللي كنت لعيب عظيم في المعادي وفي كل حته ومشرفنا في مصر في حاله. كابتن احمد اخبارك ايه يا كابتن؟ ازيك؟ اهلا يا كابتن والف مبروك. وحاجه انت وحلمي طولان عملتوا حاجه جو جميل. الله يكرمك. الله يكرمك. وبعدين انت وش سعد على الزمالك والاهلي، لان الحمد لله كلنا اخوه وكلنا لا يمكن نبتعد عن بعض ولو دخله اللي مش عارف بيقولوا عليها ايه. فاحنا الحمد لله احنا طول عمرنا، وانا كنت تملي بشوفك طبعا مع الكابتن طه بصري وبقعد معاه. الله يرحمه كابتن. اه طبعا. وكابتن حسن وفاروق. بشوفك هناك. نعم. انت من اللعيبه العظام. الله يخليك كابتن. والحمد لله رجعت الى بيتك وكنت متشرف بيك انت وحلم طولان، ويعني اديته حلقه العمر. الله يكرمك كابتن. الله يكرمك والله العظيم، وببارك لك. وان شاء الله انت كنت طلبتني ان شاء الله. اه ان شاء الله الرحمن، ده يسعدنا انك تبقى موجود معانا ان شاء الله من ال 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 الساحل الشمالي ان شاء الله. طيب لك لانك انت من اعز الناس عليا. الله يخليك كابتن احمد. كابتن الخطيب والناس العظماء بتوعنا دول. الله يخليك. وبعدين الكابتن طه دي حبيب قلبي وروح. احنا بقى هسيب الكابتن طه معاك يتكلموا بقى مع بعض عشان الناس عايزه تسمع. هو حبيبي وهو يعني عارف ايامنا الحلوه والطحاوي. بقول لك يا احمد، بقول لك يا احمد. نعم. فاكر كابتن شيكو لما كان بيجيب فرقه شيكو. الزيتون شيكو حبيبي. وانت كانت بتيجي معاه. الله يرحمه. وكان ساعتها ما نعرفش الا احمد جاد، ما نعرفش احمد مصطفى. احمد جاد. وبعد كده شفت انت عارف الله يرحمه عبد العزيز الشلودي اللي هو الشاهد. ايوه ايوه بالظبط. والطحاوي كان معانا. بالطحاوي ما دول الجوهري. والكابتن الجوهري كان في مصر الجديده جنبينا. اه بالظبط كده. محمود الجوهري. اه طب موقف مع الكابتن كابتن احمد، موقف مع الكابتن طه بقى ما تنساهوش انتوا الاثنين مع بعض. لا بطيء ده ليه حاجات ده طيب احكي لنا. طبعا احنا فرصه هو كابتن يعني راجل ضحى مستقبله كله، كان في كليه الهندسه وراح كليه التربيه والرياضيه يعني في الاخر. عشان الكوره، وهو راجل طول عمره بيحب الكوره، بيحب النادي الاهلي يعني راجل عظيم. الشيخ طه ده حاجه راجل عظيم. كابتن احمد بقى يعني برضه كابتن مصطفى يمكن ما يعيش لدي. كابتن احمد مصطفى كان سيرد باك من السردباكات الرائعه لدرجه كان فريجيدير. فريجيدير من الهدوء. ثلاجه. وبعدين برضو احيانا كان بيلعبوه سنتر فيرد، وجا فينا جول هو سنتر فيرد. لا احمد كان من اللعيبه المحترمه جدا، ولعيب كنترول عظيم جدا، وذكي في تفكيره وفي تصرفاته بشكل رائع جدا. فانا الحقيقه قضيت معاه فتره حتى قبل ما لعبنا في النادي الاهلي. ثم بعد ذلك لما لعبت في النادي الاهلي اتقابلنا مع الزمالك. وبحظى محبة معاه كبيرة جدا، وكنا قريبين مع بعض في حفلة كان عاملها مروان كنفاني. وجمع فيها مجموعة من لعيبة الاهلي والزمالك فيها. كانت جميلة جدا جدا. امال ايه؟ ادي الاهلي والزمالك، مش تقول لي اللي احنا والله ما احنا جبنا منتخب الاهلي والزمالك ضد توتنهام الانجليزي. امال ايه؟ وبنقول للناس ادي الاهلي الكبار. وياما لعبنا ماتشات وجبنا الكابتن طه معانا والكابتن صالح سليم يلعبوا معانا، ولا لعبت مع النادي الاهلي في ماتشات اجنبيه طلبونا يعني نلعب مع بعض ضد الاجانب. الله. وبعدين فين الكابتن صالح لما كان بيقعد مع الكابتن حنف بصانه الله يرحمه؟ فكانت قاعده جميله وبتاع. وبعدين الشيخ طه لما كان معانا في طوكيو وتعور بقيت اعيط عياط وموتنا نفسنا عشان كسبنا الماتش هو واحنا 10. كان رجليه. يا سلام على الروح. يا سلام على الروح. يا سلام على الروح. ده كان ماتش عشان خاطر طه اسماعيل. ده كان ماتش غانا. حاجة كبيرة. كان ماتش غانا وكسبناه 5. انا خرجت وبعدين كسبنا 5. اتعورت فيه ده يا كابتن. جالك كاس. كان في دور الثمانية. تعويرة جامدة قوي وبقينا نعيط يعني. قلنا والله هنموت نفسنا للاخر ولعبنا ضدهم. وهم جابوا جول الاول حتى كمان يعني. بالظبط كده. ربنا يديك الصحة والعافية يا رب كده. ربنا يخليك كابتن. واوعدنا بقى اهو احنا على الهوا. انا بكلمك على الهوا يا كابتن. اللي احنا لا يمكن نستغنى عن النادي الاهلي ابدا، ولا النادي الاهلي يستغنى عن النادي. اكيد اكيد اكيد. بنحب بعض وهنفضل نحب بعض رغم الحاقدين. انتوا قطبي الكرة المصرية يا كابتن، مع احترامي لكل الاندية التانية. انا طول عمري مع النادي الاهلي ومع الكابتن صالح ومع الكابتن
طه ومع كابتن الشربيني وكلهم ورفع الفناجيلي، كل الناس دي يعني حاجه عظماء تلعب جنب ناس عظماء. احنا كنا بنسال الكابتن طه، كنا بنبات في اتحاد الكوره ونتمرن في النادي الاهلي منتخب مصر. نعم. وناكل في نتغدى ونتعشى ونفطر في النادي الاهلي. ما احنا منتخب مصر كنا بنيجي نتدرب في نادي الزمالك وبنتغدى في نادي الزمالك. ما انا بقول لك يعني الشقة عارف ان احنا كنا كل تمريننا وبتاع في النادي الاهلي المنتخب، وكنا بننام في اتحاد الكوره. كابتن احمد وعدنا دلوقتي على الهواء معانا اهو نجمنا الكبير الكابتن طه اسماعيل ان انت تكون موجود معانا في حلقه مع الكابتن ابو رجيله عشان نشوق نقول للناس لا للتعصب، لا للتعصب ان شاء الله باذن الله. يعني الشيخ طه ده حبيبنا، واحنا ابو رجيله كان عيد ميلاده قريب وكان موجود هناك وحضرناه، وبعدها فؤاد ابو غيده اسمك ايه مروان سنفاني عزمنا عند واحد اسمه صباحي في جنب نادي الصيد. يعني بتروحوا عزومات يا كابتن؟ بتروحوا طب قولوا لنا طيب يعني نيجي معاكم طيب. وكان معانا فتحي مبروك وكان معانا لعيبه قريع وحاجه تفرح. طب فين انا في العزومات دي يا كابتن؟ طيب وبعدين الكابتن ابو رجيله ده غلطتنا بقى خلي ابو رجيله الكابتن ابو رجيله يا جماعه انا كذا مره الحقيقه حبيبي يا ابو رجيله جماعنا كنت انا اخر مره في البيت جمعنا مرتين ثلاثه والحقيقه يعني دايما باتصال كابتن ابو رجيله من الناس المحترمه جميله جدا. كابتن احمد احنا بنشكرك على انك خليك نورتنا في قناتنا قناه النادي الاهلي وقناه كل الانديه. بشرفنا اللي احنا كده. الله يخليك يا كابتن ربنا يكرمك. وبعدين انا فرحتي بيك بالدنيا. ربنا يسعدك ربنا يسعدك تاني والحمد لله ربنا الحمد لله فضل من ربنا كل حاجه. وانا كنت بعتذر بيك وانت لعيب الله يكرمك يعني ما ملحقتناش، لكن كنت بشوفك مع طه بصري وبتاع. طبعا طبعا يا كابتن الله يرحمه ويحسن اليك. العظماء اللي هم في جيلك برضه الله يكرمك يا كابتن. طبعا 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 يا كابتن. طب عاوز تقول ايه لكابتن طه قبل ما نختم الجزئيه دي؟ عاوز اقول ربنا يديله الصحه بس اللهم امين من كده وربنا يخليك يا كابتن احمد وربنا يخليهم ربنا يخليك يا كابتن احمد. شكرا يا كابتن احمد حبيبي يا كابتن احمد والله. لا ده يا خبر حبيبي حبيبي والله. شكرا يا كابتن شكرا يا كابتن. ادي النادي الاهلي انا قبل ما انسى طالما جبنا سيره طوكيو انا عايز اقول افكر الناس بمصطفى رياض. ما ده حبيبك ده لازم مصطفى رياض في طوكيو سجل 6 اهداف كنا بنلاعب كوريا ايوه وكان لازم نتاهل في مباراه كوريا لدور الثمانيه. هناك ايامها كان نسب الاهداف بتتحسب بالقسمه اللي ليك على اللي عليك يدخل فيك جول تبص له عايز تعوضه بثلاث اجوال. فاحنا كنا لعبنا مع كان لعيب جامد قوي يا كابتن مصطفى عظيم بسم الله ما شاء عظيم الله. جاب 6 اجوال لكن ايه انا بذكره عشان الناس محدش بيجيبه برغم ان احنا جايبينه معانا هنا ان شاء الله كابتن. يعني طوكيو هو نجم طوكيو احنا خدنا في طوكيو المركز الرابع يعني انجاز كبير جدا طبعا في وسط فرق كانت بتلعب بالناشونال تيمز مش الفريق كان البرازيل يعني البرازيل كانت موجوده تشيكوسلوفاكيا في المجموعه بتلعب بالناشونال كانت فرقه جامده قوي الناشونال تيم لان ما عندهمش فريق اولمبي ايوه ما عندهمش المنجر بتلعب بالناشونال تيم وهي اللي كسبت البطوله ايوه المانيا الشرقيه لعبناها على الثالث والرابع بتلعب بالناشونال تيم ومع هذا خدنا احنا المركز الرابع وده يعتبر انجاز كبير جدا. مصطفى رياض كان نجم هذه البطوله بتسجيله ليه ادي الصوره دي 64 يا كابتن بالظبط جميله جميله